الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليها. في هذا الشهر الفضيل ونحن في ضيافتك، وفقنا لذكرك يا رب، وفقنا لمناجاتك يا رب، وفقنا لطاعتك يا رب. اللهم اشغلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، وأجرنا من عذابك. نستجير بالله، نستجير بالله. إلهي، نجعل سادتنا أهل البيت عليهم السلام وسيلتنا إليك، حتى نأمن من عذابك يا رب. نجعل من إقرارنا بالذنوب يا رب لك سبيلا إلى أن نؤجر، إلى أن تبعد عنا عذاب جهنم. نستجير بالله. حر هذه الدنيا يؤلمنا ويؤذينا، كيف حر الآخرة وعذاب الآخرة؟ استجير بالله. يا سيد الشهداء، أنت تسمعنا يا نور عيني، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار، أن يعتق رقابنا من النار. حسين، نور عيني، حسين حبيبي، حسين. الأمنية الكبرى عند المؤمنين والمؤمنات هي العتق من النار، وربنا بكرمه وجوده في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يعتق العدد الكبير بلطفه وعنايته ورأفته، يعتق من النار. أسأل الله أن نكون نحن وكادرنا، وإن شاء الله كل متابعينا ومشاهدينا وكل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض ممن يعتق من النار بحق الحسين، بحق أخي الحسين، بحق أختي الحسين، بحق أم الحسين وأبي الحسين وجد الحسين، وبحق شيعة الحسين وخدام الحسين وزوار الحسين. أمنيتنا العتق من النار. الذي يتحصل على العتق من النار يعني يتحصل على رضا الله قبل كل شيء. ربنا إذا رضى عن إنسان مؤمن، ماذا إخواني وأعزائي؟ إذا رضى عنه لا يدخله النار. ربنا يحب كل عبادة، لكن للأسف إحنا مقصرين يا رب العزة هواي هواي. هذا التقصير اللي عندنا، نحاسب أنفسنا في شهر رمضان ونحن على أتم المعرفة بأن فريضة الصيام هي تشريف وتكريم لنا،
ونطلب من الله ونحن في ضيافته بأن ماذا؟ يغفر لنا ويعتقنا من النار ويرضى عنا ويأخذ بيدنا ويلطف بينا. مو هذا اللي بقلوبنا؟ ربنا أعلم بما في صدورنا، هو أعلم بسرائرنا. يا رب يا رب يا رب، أجرنا من عذابك يا رب، وارزقنا من مواهبك يا رب، وأنعم علينا من فضلك يا رب، وارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. أمنية المؤمنين والمؤمنات الذين هم يوفقون إلى زيارة مراقد أهل البيت، يقولون في نفوسهم يا رب أمنيتنا أن نرزق حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. أسأل يتابع في هذه اللحظات يقول يا رب ارزقني حج بيتك يا رب الحرام. تقف عند الكعبة المشرفة وتطوف وتؤدي فرائض الحج، مناسك الحج. الله، أي نعمة هذا! ترزقنا يا رب، ارزقنا بجاه الحسين، نقسم عليك بالحسين أن ترزقنا حج بيتك الحرام، وترزق المؤمنين والمؤمنات كلهم حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. إن شاء الله حسن عاقبة للجميع، عافية للجميع في الدين والدنيا والآخرة. وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب. وارزقنا عملا بطاعتك. ربنا إذا أحب إنسان وفقه للعمل الصالح، ومن هذه الأعمال الصالحة زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. من أحب الأعمال إلى الله زيارة قبر الإمام الحسين في كلام أئمتنا سلام الله عليهم. وارزقنا عملا بطاعتك، وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. هنياله اللي حصل حسن عاقبة على محبة وولاية محمد وآل محمد. قلناها ونقولها يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم فلا لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. نريد منكم سادتي، وأنتم وسيلتنا وأنتم أحباؤنا وأنتم شفعاؤنا، أن تحضرون في آخر لحظات حياتنا، وأن تدعون الله لنا بغفران ذنوبنا، وأن نرزق العافية في الآخرة كما نحن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نرزق فيها في الدنيا، ونرزقها في الدين قبل كل شيء، في الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله. إن شاء الله شفاعتكم لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأنتم كرام تتحبون شيعتكم محبيكم، وحتما نظرتكم مباركة وعظيمة لكل المؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله أريد من رب العزة أن يقبل صيامنا وقيامنا، يتقبل اليسير من الأعمال. نحن مقصرون، اليسير من الأعمال يقبلها ربنا، ونحن في ضيافته يقبلنا، على أجواءنا اللي نعيشها يقبلنا. نطلب كرمه ونطلب أنه يأخذ بأيدينا لنكون في دائرة الرضا له تبارك وتعالى، في دائرة الإيمان، في دائرة الطاعة. اللهم آمين يا رب العالمين. وارزقنا عملا بطاعتك، وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله،
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. مهم جدا للإنسان أن يدعو لوالديه الذين حقيقة والدينا. يكفي علمونا حب محمد وآل محمد، جزاء لهم نستغفر لهم إذا كانوا على قيد الحياة نحمد الله ونكون بارين حقيقيين بهم، وإذا كانوا في الدار الآخرة نستغفر لهم نشملهم ندعو لهم نتصدق عنهم نقرأ القرآن عنهم الدعوات الزيارات كلها بالنيابة عنهم، نفعل الخيرات ونبعثها إليهم. هنيئا للمؤمنين والمؤمنات الذين هم بارون بوالديهم. إذا بررتم والديكم أولادكم يكونوا بارين بكم. دين دين هذا الأمر. لا سامح الله لإنسان إذا كان عاقا بوالديه ويأتي أولاده ويتعبوه، مثل ما أتعب والدي راح أولادي يتعبون. لكن مثل ما أنت كنت بار بوالديك إخواني وعزائي أولادك بارين بك. يا مولاي أبا عبد الله نظرتك ودعائك بأن نكون بارين حقيقيين بوالدينا، وإن شاء الله مرضيين عند الله، رضا الله من رضا الوالدين، ورضاكم أهل البيت عليكم آلاف التحية والسلام. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. هنا في هذه اللحظات دعونا نستغفر لبعضنا البعض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفعوا أيديكم إخواني في أجمل وقت، وهو وقت السحر، أجمل لحظات نعيشها في رحاب شهر رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء لي ولكم جميعا، لوالدينا أهلنا ذرياتنا كل المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم بمنك ورحمتك وبحق محمد وآل محمد أحرسني بحراستك واحفظني بحفظك يا رب الحفظ لبلدنا الحبيب العراق ولكل البلدان المسلمين لكل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع الأرض، للإنسانية بعافية الدين والدنيا والآخرة، الحفظ للجميع يا رب بمنك يا رب بحق صاحب الزمان. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، لا سيما الحبيب الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة. كل إنسان مشتاق إلى أهل البيت، إلى أي مكان الآن في قلبه يقول آن هواي مشتاق أزور الحسين.
أنا هواي مشتاق أزور أمير المؤمنين، أنا هواي مشتاق أزور بيت الله قبل كل شيء، أنا هواي مشتاق أزور رسول الله البقيع الزهراء الإمام الرضا، أزور نور عيون الإمامين الكاظمين العسكريين، أزور زينب. يا رب مشاهد أهل البيت دائما خلينا يمهم دنيا وآخرة في هذه الدنيا، إن شاء الله من خدام الحسين إن شاء الله نشمل بهذا الوسام ومن زوار الإمام الحسين عليه السلام، وفي الآخرة نتمنى يا رب بكرمك وجودك أن نكون من زوار وخدام الإمام الحسين. ما ندري شلون الموضوع، لكن بلطفك وبعنايتك يا رب يا رب، ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. يا رب صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، وسلام عليكم أينما كنتم حللتم. سيداتي سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، متابعي برنامج والمستغفرين بالأسحار، ونحن نجدد اللقاء معكم على الهواء مباشرة في ليالي شهر رمضان المبارك، ومن جنة الله في أرضه بجوار إمامنا الحسين، بجوار مولانا أبي فضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نكون إن شاء الله في طاعة الله وفي رضوانه وفي نظرته بإذنه تعالى بأن نرزق العتق من النار. كنا في رحاب الفاصل قبل قليل، شكر كثير لإخواننا كادر البرنامج على الاختيارات التي تكون حقيقة لطيفة وجميلة ورائعة في رحاب دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، ونحن نعيش ليلة التاسع من شهر رمضان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبشرنا في كل دعوات شهر رمضان نعيشها من أول يوم من شهر رمضان إلى يوم 30 من شهر رمضان، إن شاء الله بعافية وبخير بقبول الطاعات للجميع الذي يعني يتوجه ويقرأ الأدعية، رغم ما هي قصيرة جدا لكن ثوابها جزيل، دلالتها أنه إحنا في ضيافة الله، ربنا يكرمنا كلنا يكرمنا بكرامة كثيرة. تعرف أنه من قرأ دعاء اليوم التاسع، كما أنه الأيام التي يعني قضيناها بعافية اليوم، أنا متأكد المشاهدين وكل المؤمنين والمؤمنات قد فتحوا كتاب مفاتيح الجنان وقالوا أين دعاء يوم الثامن من شهر رمضان، قرأوه. لكن كل يوم من أيامنا إخواني لهذا السطر ونص من هذا الدعاء بتوجه وخشوع وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتحصل على خير الدنيا والآخرة كلها، رصيد يكون لك أيها
مؤمنون الأفاضل يوم 9 من شهر رمضان المبارك، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من يقرأه ليعطى ثواب بني إسرائيل. وجميل جدا أن نناجي الله في هذه اللحظات حتى نأخذ الاتصالات من أحبائنا ومشاهدينا الذين هم يتوقون إلى المناجات، يتوقون إلى ذكر الله بالتحديد في هذا الوقت من أسحار شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، اللهم آمين. واهدني فيه لبراهينك الساطعة، اللهم آمين. وأخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. لا تنسون يوم غد، دائما أقول لا تنسون، أنا من باب أذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين وأنتم المؤمنون إخواني وأعزائي. هذه الأدعية القصيرة في كل يوم من أيام شهر رمضان لا تتركوها أبدا أبدا، فيها الخير الكثير الكثير، كما أن هناك صلوات كأنما وهناك أعمال أخرى إخواني، هناك أدعية يومية من باب يذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا رب صل على محمد وآل محمد. وجميل جدا أن نأخذ الاتصالات والمشاركات ونفسح المجال لأحباء الله الذين هم في ضيافة الله، الصائمون والصائمات الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية ومتابعي برنامج والمستغفرين بالأسحار. غفر الله لنا ولكم وجعلنا في دائرة مرضاته بإذنه تبارك وتعالى. أول اتصال معانا من البصرة الأخت إلهام. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا، الاتصال اللي قبل أم أحلام من الديوانية، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمته وبركاته. صحة وسلامة. شهر رمضان مبارك على كل المؤمنين والمؤمنات، على أمة محمد وعلى العراق بالصحة والسلامة والعافية. يا ربي آمين، يا ربي آمين. يا رب مالنا غيرك بهاي الليالي العظيمة. أيوة. واللي فاتح بيها أبوابك لعبادك. يا رب. لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر ألف مرة يا رب. أي أيوة والله، أي أيوة والله، أحسنتم أم أحلام. أم أحلام نسمعكم. أم أحلام الاتصال موجود زميل المخرج؟ ألو. إن شاء الله الأخت أم أحلام إن أحببتم معاودة الاتصال مرحبا بكم. نأخذ اتصال من محمد من بغداد. أهلا يا محمد، وشهر رمضان مبارك. مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. يسلمك يسددك يا محمد، تفضل. الصحة والعافية. إلك الصحة والعافية ولعائلتك ولأحبائك ولكل مشاهدينا ولكل المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين. ما شاء الله. وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل من قتله على حب الحسين. أحسنت وأجرت. أجور محمد. حبيبي أنا أريد أن تكتبون اسمي واسم عائلتي. سجلنا محمد وعائلته من بغداد وعائلة فاضل وعائلته. تمام. أريد الدعاء إلى والدي وأخوتي. تأمر. سالم وغانم حبيبنا محمد، الله يتقبل أعمالك وشهر الخير والمغفرة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله بقبول الطاعات وبالعتق من النار بحق محمد وآله الأطياب الأطهار. حياك يا محمد. شكرا، شكرا لمحمد. بالمناسبة على عيني، بالمناسبة إخواني وأعزائي، رقم الخاص بالواتساب الرسائل هو متاح أمامكم، ابعثوا برسائلكم وإن شاء الله كلها تباعا نقرأها نحن إن شاء الله إذا مع الله أعطانا الحياة بكرمه وجوده. وشكرا على كل شيء يا رب العالمين. نحن متواصلون معكم إلى ليلة العيد بإذنه تبارك وتعالى. فكل المشاركات التي يعني تبعثوها، كل الأسماء التي تبعثوها، كل الحاجات التي في قلوبكم ابعثوا، كل المناجات
كلها إن شاء الله نوفق أن نقراها خلال هذه الأيام المباركات في هذا التوقيت بالتحديد من أيام شهر رمضان وفي وقت السحار. فالرقم الخاص يعني يوم أمس كان كثير من مشاهدين الكرام يتصل على الواتساب وقلناها سامحونا كثيرا ما نستطيع أن نأخذ الواتساب، واتساب هنا في هذا التاب اللي عندنا فقط. الاتصالات اللي موجودة الأرقام للمشاركة موجودة أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال والمشاركة، ونحن نسعد كثيرا بمشاركاتكم أينما كنتم وحللتم بوركتم. ونأخذ اتصال من البصرة. من أنا؟ أم ضحى. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. جميل يا الله، اللهم صل على محمد. جميل جدا أن نبدأ بمناجاتنا لله بأن ندعو لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا نور عيني يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل عباس. السلام على الحوراء زينب. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على أم البنين. السلام على الإمام علي ورحمة الله وبركاته. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا رب. اللهم شافي كل مريض، اللهم اغذي حاجة كل محتاج. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب. أقسم عليك بفاطمة الزهراء وبمصيبة خديجة الكبرى سيدة نساء العالمين يا رب. لا تردني واسمع دعائنا يا رب بحق محمد وآل محمد. واجعلنا من الزوار يا رب، واكتبنا في سجل الزوار يا إله العالمين يا رب العالمين. خاطر محمد وآل محمد لا تردني. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب. سيد علاء نسألك الدعاء. رحم الله والديك، لا تنسانا من دعاء. بالخدمة بالخدمة. مشكور مشكور مشكور. خير الكثير بإذن تبارك وتعالى. أي والله محتاجين الدعاء كلش، والله محتاجين الدعاء كلش. أحسنتم. على كل حال، على كل حال نبقى نناجي الله ونبقى ندعو الله سبحانه وتعالى لأنه قريب علينا ويسمعنا، وأهل البيت كلهم دائما يوصونا بأن نكون قريبين من الله بالدعوات. شقد ما نقدر ندعو ندعو، ربنا بابه مفتوح لكل عباده الذين هم متوجهون بالدعاء إليه. إن شاء الله نذكركم، ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجاب، أليس كذلك في مضمون أحاديث أهل البيت عليهم السلام؟ نحن ندعو لكم مشاهدينا، أنتم تدعون للمؤمنين والمؤمنات، هذا التراحم يحبه الله ورسوله وأهل البيت. كثيرا شكرا أم ضحى، كثيرا شكرا. تقبل الله أعمالكم بحق محمد وعترته الطيبين الطاهرين. جميل جدا أن أتواصل معكم إخواني وأعزائي. و ذكرت أم ضحى مولاتنا وأمنا خديجة أم المؤمنين والمؤمنات، في ليلتنا القادمة بإذنه تبارك وتعالى ستكون ليلة حزينة بمواساتنا للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، ومواساة منا لمولاتنا الزهراء سلام الله عليها، لأن نستذكر مولاتنا خديجة في ذكرى وفاتها، وإن شاء الله نطلب شفاعتها ونطلب شفاعة النبي وآله الكرام. قولوا آمين يا رب العالمين. إذن ليلتنا القادمة ليلة متشحة بالسواد حزنا على فقد أمنا خديجة، خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. على كل حال إحنا في خدمتكم للمشاركة والاتصال معنا في هذه اللحظات. يلا بالخدمة إن شاء الله نأخذ اتصال. إلهام من البصرة. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام والرحمة والإكرام، مرحبا بكم وبكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين ما شاء الله وعلى أصحاب الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اشفي كربنا وهمنا وغمنا بحق أخيك الحسين وبحق أختك الحوراء زينب. السلام عليك يا ذا الفضل العباس. السلام عليك على أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. إلهي بحق الحسين في صدر الحسين بظهور الحجة، شافي جميع المرضى وشافي جميع الجرحى واقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات جميعا.
واقضي حوائج المسلمين والمسلمات جميعا، واقضي حوائجنا وحوائج الجميع، وفق الكادر والمخرج والمصورين ومهندسين الصوتيات وجميع الأخوة والصلاة في معهم الحسين. كثيرا شكرا، الله يوفقكم جميعا. التوفيق لكم ولكل المتابعين المشاهدين بهذه القلوب يعني السمحة، هذه القلوب الرؤوفة. جميل جدا أنكم تذكرون المؤمنين والمؤمنات بدعواتكم وبمناجاتكم، بالتحديد في وقت السحر من ليالي شهر رمضان المبارك. إن شاء الله شهر مبارك عليكم وعلى كل المشاهدين إن شاء الله. بارك الله المستودع فيها يا الله، بحق هذا شهر رمضان بحاجتنا حاجة في الدنيا إن شاء الله. يا ربي آمين، يا ربي آمين، يا ربي آمين. رب العالمين صلوا نركع في قضاء حوائج. نسأل الله أن نوفق ونرزق ونكون في خدمة كل المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. آمين رب العالمين. شكرا لكم، شكرا كثيرا كثيرا كثيرا، بارك الله فيكم. يعني موضوعة الدعاء موضوعة جميلة جدا إخواني، والتوجه إليها يعني يجعل القلب منشرح أكثر وأكثر. يلا في الخدمة. أم أحلام عودة الاتصال من الديوانية، تفضل يا أم أحلام. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم أستاذ، حياكم الله، كل الهلا، تفضل يا أم أحلام. أدوار وحدك في دوار عمرك إن شاء الله. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. ما شاء الله. إلهي باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم بحق هذه الليلة وبحق هذا الشهر الكريم الذي دعيتنا له، اللهم اجعلنا من الناجين من نار جهنم يا رب العالمين. آمين. اللهم وفقنا مراضيك، جنبنا معاصيك، اللهم بحق الحسين الوجيه وبحق الحسين الوجيه وبحق الحسين الوجيه، وهذه القبة اللي ما ادري ايش اقول عنها يا رب العالمين، خليتها ذخر وذخيرة ان شاء الله دنيا واخره. آمين. يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. لك الحمد والشكر يا رب العالمين، لك الحمد والشكر يا رب العالمين، لك الحمد والشكر يا رب العالمين. إلهي خلصت الدنيا، خلصت الدنيا وإحنا كل شيء ما شفنا. إلهي بحق هذا الشهر ثواني جزت علينا يوم ما عرفنا الدنيا إيش بيها ما بيها، بس بحق هذا الشهر يا رب العالمين قربنا إليك يا رب، وجنبنا معاصيك واهدينا إلى طريق يا ما تحب وترضى يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب. اللهم وفق العراق، وفق العراق، وفق العراق. آمين. على وفق الكادر يا رب العالمين على ما يبذلونه من جهد. سيد على مثل ذاك السنة، تفضلوا سجل لي علي وعياله بالخدمة، ومحمد وعياله وخضير وعياله ورحمن وعياله وحسان وعياله وغسان وعياله، ما إذا صير طمع بالوقت إن شاء الله. رحمن إيه، رحمن وعياله يا حبيبي وغسان. اي والله جزاك الله الف خير، والسلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين، السلام عليك ابن فاطمه الزهراء، السلام عليك يا ابو الفضل العباس، وعلى امك ام البنين وعلى اختك زينب ورحمه الله وبركاته. ماجور ماجور ماجور، وجزاك الله الف خير يا بعد روح وقلبي يا سيد علاء. ماجوري ان شاء الله. شكرا كثيرا حلوه روحك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا كثيرا، شكرا كثيرا، تقبل الله اعمالكم. حقيقة كما قالت الأخت أم أحلام، لحظات العمر تمضي 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 ولا ندري. إن شاء الله نتأمل أن نتحصل على حسن العاقبة وبرضا الله والجنة. أم فاضل في خدمتكم إن شاء الله، تحتاج إلى الدعوات إن شاء الله. الحسين يدعو لها، مولانا صاحب العصر والزمان هو الذي يدعو لها إن شاء الله، ونكون في خدمته. إحنا نسجل أم فاضل وناخذ اتصال من ناديه. ناديه السلام عليكم ورحمه الله. جيد. ايضا يسالون الدعاء في الخدمه، نسجلها ونكون في خدمتكم باذنه تبارك وتعالى. يلا في الخدمه ان شاء الله. ناخذ ام هبه من الناصريه. ام هبه السلام عليكم، وشهر رمضان عليكم مبارك ان شاء الله. يا رب شهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وتعجيل الفرج محمد محمد وآل محمد. اللهم آمين، اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي. يا رب يا إلهي يا ربي يا من دعي عندك ربتي ويا ربي عندك يا رب. إليك إليك فتاة وربك أشتاق، وبك بشك لا أنا ولا أطلب الفرج إلا من الأخير يا رب.
اللهم دبر في أمري وكل لي خير وكيل، فإني لا أحسن التفكير يا ربي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي بكر العباس مع الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين الأستاذ وأنت من المولودين ومستقر دعائي ووالدي وعندي بريد يعني تأمرون لكم ولعائلتكم إن شاء الله الخير الكثير، ومن أوصاكم الدعاء الخير الكثير بحق هذا الشهر الفضيل وبحق من نحن بجواره الإمام الحسين ومولانا أبي الفضل العباسي صلوات الله وسلامه عليه. لكم أيضا ولكل السامعين نقول هنيئا لكم شهر رمضان. يعني ما أعرف الأستاذ اللي يسمى يطلب الإمام الحسين ومرقب الإمام بظهرك وشكل الإمام والأجواء اللي بيهم. ترزقون الخير أم هبة، أنتم وعائلتكم وكل من يحب محمد وآل محمد يرزق الخير الكثير بأحب الأعمال إلى الله، ويأتي لزيارة الحسين، يأتي لزيارة أبي الفضل إن شاء الله. تقبل الله أمك منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. شكرا كثيرا كثيرا كثيرا، توفيق لكم أيضا. شكرا كثيرا. خلي في بالكم فرد شيء وأنتم تعفوا، لا يخيب إنسان أبدا مع الدعاء، يعني كما ورد في حديث من أحاديث أهل البيت عليه السلام، الدعاء سلاح الأنبياء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ احنا نتمنى من رب العزة أن يحفظنا من كل مكروه، مولو لا، نتمنى من ربنا تبارك وتعالى أن يدر علينا الأرزاق، رزق بالمال، رزق بالعافية، رزق بعافية الوقت، عافية الأولاد، عافية العائلة، هوايكو الرزق في مجال عام أخواني وأعزائي. إذا ما أردتم أن يعني ينجيكم المولى عز وجل من أعدائكم ويدر عليكم أرزاقكم، يعني الجواب يأتي من النبي، قالوا: بلى يا رسول الله، اللهم صل على محمد، روحي فداك يا رسول الله. ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر عليكم يدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون بالليل والنهار، فإنه سلاح المؤمن، فإن سلاح المؤمن الدعاء. يوصينا النبي صلى الله عليه وآله في الليل والنهار ادعو، في بيتك ادعو، خلي ذكر الدعاء، هذه كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد هي دعاء، اللهم اغفر لي هذا دعاء، سبحان، يعني كل الأذكار هي في نطاق ودائرة الدعاء. إخواني عود نفسك الدعاء. نأخذ اتصال جديد ونكون في خدمتكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عقيل، السلام عليكم. أهلا أستاذ عقيل، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وشهر رمضان مبارك. لوليك الفرج، اللهم آمين، اللهم آمين، ما شاء الله، اللهم آمين. بوركت عقيل، والله أحسنت ببدايتك بالكلام بدعائنا لإمامنا لحبيبنا لمن سنحشر يوم القيامة تحت رايته، مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخي الحسين عليه السلام. الشدة يا معباس مقضية وتهون، بكونك على حسين رخيت العيون. أحسن أحسن أحسن، طيب الله عباس، بكونك على حسين رخيت العيون. أجل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفرج الغريب يا رب بحق محمد وآل محمد بطلعة البهية. آمين. أي والله يا أخي، والله نتمنى أن ينعاد علينا شهر رمضان عقيل، ونحن نعيش في دولة الإمام الحجة عجل الله. اللهم آمين بحق الحسين. يا أخي سيد علاء، أنا أول مرة أتصل في هذا البرنامج، أرجو من الله سعداء جدا بسماع صوتك ويديم الكادر يسلم، وأرجو منكم أن تدعو لي لأنني في شدة وغير إن شاء الله. الشدة متيسرة وتكون بعافية الله. وتكون بخير وبسداد وبتوفيق
بحق صاحب الزمان إن شاء الله. اللهم بحق محمد وآل محمد أمين عليكم وعلى جميع من يسمعنا في رقاع هذه العالم وعلى جميع المسلمين باليمن والبركة وينعاد عليكم بألف ألف خير. بوركت عزيزنا عقيل، أريد دائما نسمع معنا صوتك الطيب معانا ونسمع هذه المناجات وهذه الدعوات النابعة من قلب خاشع مؤمن مطمئن بذكر المولى عز وجل وبذكر أهل البيت عليهم السلام. شكرا كثيرا عقيل لك ولعائلتك الخير الكثير بحق شهر رمضان المبارك، صيام مقبول وطاعة مقبولة بإذنه تبارك وتعالى. إخواني يعني كلنا نتأمل من رب العزة تبارك وتعالى بأن يغفر لنا ذنوبنا، أليس كذلك؟ الآن الإنسان جالس بينه وبين نفسه يستذكر حياته اللي عاشها، كم من الذنوب أنا أذنبت مع رب العزة؟ كثيرة جدا، صح ولا لا؟ بني آدم خطأ، وفي مضمون الرواية خير الخطائين التوابين أو التوابون، فلنتوب إلى الله ونرجع إلى الله وندعو الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى. زين، إذا أكو فرد عمل أسويه يغفر لرب العزة خاصة في شهر رمضان المبارك، يغفر للإنسان ويخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما هو هذا العمل إخواني؟ دعاء مهم جدا ساعة الإفطار، تجلس أنت وعائلتك وأولادك أحبائك والديك، مو؟ على تلك السفرة العامرة بطاعة الله وبالرزق الحلال إن شاء الله. تقول الرواية، تقول ما من عبد يصوم فيقول عند أفطاره: يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر لي الذنب العظيم، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الرواية تقول إلا من قرأ هذا الدعاء إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تقبل الله أعمالكم. ونأخذ اتصال آخر معانا في هذه اللحظات. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. من ويانا؟ عفوا. ألو. ألو، سلام عليكم. أم علي من مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حياكم الله أم علي، شهر رمضان مبارك عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أم علي، أهلا ومرحبا. السلام على عجل الله فرج الإمام المهدي وجعلنا وجعلكم. اللهم عجل لوليك الفرج إن شاء الله في هذا الشهر الكريم أحسن. إن شاء الله ويأخذ بثأر الحسين وثأر الزهراء. آمين يا رب. تكون منا وتكونون أنتم أين ظل من أنصاره وإياكم وكادرنا ومشاهدينا وكل المؤمنين والمؤمنات في كل أصقاع العالم، هم من أنصار الحجة ومن خدامه المرضيين عنده. حفظكم الله على هذه البرامج. لكم إن شاء الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة وأمي أم البنين وأختي زينب الحوراء عقيلة الطالبين ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. عجل الله فرجك يا سيدي يا مولاي يا أبا صالح، وجعلنا وجعلكم من أنصار ومن المستشهدين بيت ورحمة الله وبركاته. الله. حفظكم الله من كل سوء وبلاء. كثيرا كثيرا شكرا أم علي من مدينة أمير المؤمنين من النجف الأشرف، الله يحفظكم أنتم وعائلتكم وكل مشاهدينا وكل ناسنا وأحبائنا. يعني ما أدري زميلنا المخرج كم لدينا من الوقت إلى نهاية الحلقة. جيد جيد، خلينا ناخذ بعض الرسائل التي بعثت عبر، جيد، ناخذ الرسائل واتساب، وما زالت الاتصالات تأتي تباعا عبر الواتساب، وقلنا أحبائنا وإخواننا وأعزائنا ما نستطيع أن ناخذ الاتصالات، نحن معذورون في هذا المجال لأن الموضوع الفنية تحكم عندنا، فقط الاتصال اللي يجينا عبر الكنترول نستطيع أن نأخذ الاتصال، لكن الاتصالات التي تأتي تباعا أقول يا سيدي يا أبا عبد الله هي لك، من قلوب مشتاقة لك ومحبة لك. بارك الله بكل المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا ويحبون كثيرا أن يشاركون معنا عبر برنامج والمستغفرين بالأسحار. جيد جدا، نأخذ من ضمن رسائل أحباء الإمام الحسين عليه السلام. كان هناك طلب بأن نذكر
الدعاء اللي ذكرناه في ليلة الجمعة المباركة المروي عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يقرأ قبل الإفطار. لكم في رقبتي دين إن شاء الله، أكون بخدمتكم الأخت الكريمة والأخ الكريم الذي بعث هذا يعني بعث هذه الرسالة، أن أكون بخدمتكم وأن أعيد على مسامعكم الكريمة بإذنه تبارك وتعالى. رسالة فيها تحية وسلام على سيد الشهداء، وأقلتكم دعاء الزيارة لأنني مريض وراقد بالفراش. اللهم يمن عليك بتمام الشفاء والعافية بحق محمد وآله الطاهرين. أنت بدأت بالصلوات على محمد وآل محمد، بحق من صليت عليهم تمام الشفاء، تقوم من فراشك سالم غانم بتمام العافية والشفاء بحق محمد وآله الطاهرين. ويقول أنا راقد بالفراش ومحروم من الزيارة، إن شاء الله نحن نزور بالنيابة عنك، وإن شاء الله بتمام عافيتك تجزور الإمام الحسين بإذنه تبارك وتعالى. يقول أنا أكثر من 8 سنوات ما وفقيت، أسألك أن تذكر اسمي أبو رضا البيضاني وتكتب في ورقة وتضعها في ضريح الإمام الحسين. بالمناسبة كل المشاركات التي تكون خلال الأسبوع ليلة الجمعة تذكر وتوضع في ضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه أمانة إن شاء الله تصل إلى أسماعكم الطيبة. أبو رضا إن شاء الله تمام الخير إليك وتمام العافية والشفاء بحق محمد وآله الطاهرين. رسالة إن شاء الله الخير والسداد لصاحبها، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، نشكركم شكر لكم، زاد الله في توفيقاتكم وشكرا على مشاعركم الطيبة، نسألكم الدعاء والزيارة، أرجوكم تسجلون أسامينا خديجة وشيماء والوالدة من إيران. حياكم الله من كل بقاع الأرض إخواننا وأعزائنا مشاهدينا الأفاضل والكرام. السلام عليكم. السلام عليك أبا عبد الله، أرجو الدعاء إلى زينب بنت ليلى بالذرية، 9 سنوات ما عدها أولاد، إن شاء الله ترزق بحق هذه الأيام المباركات من شهر رمضان المبارك، وبحق الحسين وأخيه أبي الفضل يرزقون ذرية صالحة مؤمنة موالية لمحمد وآله الطيبين الطاهرين. جيد، البرعم الحسيني علي الصغير من محافظة ديالى مشاركة ونسألكم الدعاء، وقد أعتقد سد البصمة فيها مشاركة. أقول إن شاء الله بعد البرنامج أفتحها وأخليها أمام يعني ضريح المولى أبي عبد الله الحسين هو الذي يسمعها. سامحونا للأمور الفنية ما نستطيع أن نسمع المشاركة الآن. شكرا كثيرا كثيرا للبرعم الصغير علي الصغير من محافظة ديالى، وتحياتنا لأهلنا في ديالى ولكل متابعينا أينما كانوا وحلوا. جيد، من ضمن المشاركات التي جاءت هذه المشاركة، السلام عليكم، نسألكم الدعاء تحت قبة الحبيب الحسين لقضاء حاجة. مروة، مروة تقبل الله أعمالكم إن شاء الله الخير والسداد بقضاء حاجتكم بإذنه تعالى. هذه تحية وسلام فيها، ويا رب صيام مقبول إن شاء الله. شكرا، ما مذكور اسم، كثيرا شكرا على هذا التواصل لأحبائنا، قلدناكم الدعاء والزيارة، رسالة أيضا ما مذكور بها اسم. لكم الخير فيما تأملون بإذنه تعالى. السلام عليكم، نتمنى منكم الدعاء وأن يدعو لنا بالتوفيق لخدمة أهل البيت والثبات على طريقهم وللدراسة الدينية إن شاء الله. منتظر، يقول أنا منتظر دعائكم، منتظر دعائكم على البث المباشر، أنا خادم إن شاء الله، ذكرتكم بعافية، وأيضا تباعا إن شاء الله في أيامنا المقبلة سنكون في الخدمة ونذكركم جميعا بالرسائل والمناجات الطيبة. آخر دقيقة ونص معانا، خلينا نقضيها في رحاب طاعة الله وتذكيركم وتذكير أنفسنا بصلاة هذه الليلة التي فيها خير كثير إخواني وأعزائي، ليست بصعبة، تحتاج لها وقت يسير بدقائق بسيطة. بداية يستحب في هذه الليلة الغسل في الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول من صلى فيها 6 ركعات، ماذا تقرأ في هذه الركعات الست بين العشاءين؟ بالمناسبة بالحمد مرة وآية الكرسي 7 مرات، فإذا سلم صلى على النبي محمد وآله 50 مرة، اللي يفعل هذا الفعل صعد عمله كعمل الشهداء والصديقين والصالحين. شوف كرم رب العزة شلون يكون. ثم تدعو بهذا الدعاء بعد هذه الصلوات المباركات عن النبي صلى الله عليه وآله، قال ادعو بهذا الدعاء: يا سيداه، يا رباه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش الذي لا ينام، ويا ذا العز الذي لا يرام،
يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. اللهم آمين. واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. عليك سيدي توكلت، وإليك مولاي أنبت، وإليك المصير. أسألك يا إله الآلهة ويا جبار الجبابرة ويا كبير الأكابر، الذي من توكل عليه كفاه وكان حسبه وبالغ أمره، عليك توكلت فاكفني، وإليك أنبت فارحمني، وإليك المصير فاغفر لي. ولا تسود وجهي يوما تسود وجوه وتبيض وجوه، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني وتجاوز عني، إنك أنت الغفور الرحيم. ختامها مسك. يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الحجة، بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب المؤمنين، بحق المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. اللهم تقبل منا بأحسن قبول. السلام عليكم إخواني وأعزائي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، من كل كادرنا لبرنامج والمستغفرين بالأسحار. الملتقى معكم يتجدد يوم غد بإذنه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.